في سؤال بيقول الريفت استخدام في الموقع والتنفيذ، وهل في استشاري بيقبل حصر المعمول بالريفت؟ عادي، الريفت بيطلع نفس الحاجات وافضل زي اللي بيطلعها الاوتوكاد، فتقدر تستخدمه في ان انت تعمل منه رسومات تنفيذيه، شوت دروينج والاي اف سي، وبعد كده ممكن تصوره للاسبلت، فمفيش اي تعارض، وهو نفسه يقدر يجيب لك لو في اي مشاكل بين حاجه في الميكانيكا مع الكهرباء مع الانشائي، وتقدر تاخد منه التفاصيل نفسها تقدر تحطها وتقدر تطلع منه كميات وحصر. ولما بتسلمه للعمال او بتسلمه للمهندسين اللي في الموقع، بتسلمه لهم بي دي اف او مطبوعه او اوتوكاد، فهو ما مش بيحس بالفرق غير في ان في جوده اكتر او ان الشغل بقى انضف، دي الفكره. انما هو نفس شكل اللوحات ونفس التفاصيل ونفس كل حاجه، الحاجه الوحيده اللي هتفرق معاك بس ان هتكون الجوده اعلى والكلاشات اقل.